الخميس 5 سبتمبر لعام 2019، برج الحمل. مهنياً يوم جيد وممتع من كل جوانبه، حيث تبدو في قمة تفاؤلك وعطائك وتجد أبواب النجاح مفتوحة أمامك. عاطفياً العازب، أحد المعجبين بك سيتحلى بالجرأة الكافية للتعبير عن مشاعره تجاهك بالرغم من تصرفك بشكل لا مبال تجاهه. المتزوج، تنجح اليوم في إعادة حرارة علاقتك العاطفية مع الشريك بعد أن أصابها الضعف والبرود. برج الثور. مهنياً، تواصل اليوم السير في طريق العمل المثمر وتهيئ الإعدادات الضرورية والوسائل اللازمة لمتطلباته بشكل علمي ومدروس. عاطفياً، تكون مع الحبيب أو الشريك في بحر من الحب وفي مركب واحد، تتحديان الأمواج الصاخبة التي تعترض حبكما وتنتصر عليها بفضل الاتزان العاطفي والعقلاني. برج الجوزاء. مهنياً، تتحسن أمورك المهنية والمالية أكثر مما تتوقع بفضل نجاح عقد وقعته سابقاً في المجال الاستثماري. عاطفياً، يدهشك الشريك أو الحبيب بذكائه وبالأعمال التي قررها وينفذها اليوم لتحسين مستقبلكما العاطفي والحياتي، وتقضي يوماً فرحاً فيه سعادة ممزوجة بالمتعة. برج السرطان. مهنياً، أمامك عدة خيارات للتعامل مع مشكلة تواجهك اليوم، ابتعد عن كل الخيارات وأجل الحل إلى الأسبوع القادم. عاطفياً العازب، ربما تكتشف عدم وفاء الحبيب رغم تضحياتك وتقرر الاحتفاظ بأحاسيسك وعواطفك حتى تجد من يقدرها بإخلاص. المتزوج، تضغط اليوم على نفسك من أجل سعادة أسرتك وتتمنى الابتعاد عن الجميع، ولكن مسؤولياتك نحوها تجعلك تنطلق للكفاح من أجلها. برج الأسد. مهنياً، ربما تتلقى وعوداً رائعة من بعض الأقرباء للمساعدة في تنفيذ عمل يحسن وضعك المادي، قد تكون وهمية لذلك لا تأخذها بعين الاعتبار واعتمد على نفسك. عاطفياً العازب، الحب يسدل غشاوة على بصيرتك ولا تستطيع أن ترى الأمور على حقيقتها هذا اليوم، كن حذراً حتى لا تنزلق إلى المجهول. المتزوج، تكون أمام مسألة تتعلق بأحد أفراد الأسرة، حاول حلها بعيداً عن العصبية وانظر إلى الأمر من زاوية عقلانية. برج العذراء. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان رشوان مصطفى والفنانة لمياء طارق والداعية الإسلامي عمرو خالد. مهنياً، تحيط بك المستجدات التي تجعلك قلقاً من المستقبل، فتسيطر عليك فكرة الهروب للأمام لمواجهتها، ولكنك تعود للتعامل معها بواقعية. عاطفياً العازب، يولد في قلبك حب قوي لا تستطيع أن تقاومها، ويختل التوازن بين طموحك وأحاسيسك العاطفية. المتزوج، تعيش صراعاً خفياً بين حبك وإخلاصك للشريك وبين تطلعاتك لحياة أكثر استقلالية، وينتصر الإخلاص. برج الميزان. مهنياً، قد تجد نفسك اليوم محاصراً من كل الجهات ولكنها ليست الحقيقة، تفاءل وانظر إلى الجانب المضيء وسيكون كل شيء جيد. عاطفياً العازب، تخفي نقاط ضعفك وحقيقة شعورك تجاه الحبيب لتحمي نفسك من استغلاله لعواطفك، ربما يطلب منك الوضوح. المتزوج، ربما يطلب منك الشريك أن تفكر بصوت عال وتبتعد عن المجاملات وتبين له مدى حبك واستعدادك لتحقيق طموح الأسرة. برج العقرب. مهنياً، الوقت مناسب كي تبدأ بتنفيذ مشروع جديد وسيكون ناجحاً إذا ما أمنت له الكفاءات الضرورية ومستلزمات نجاحه. عاطفياً العازب، يسيطر عليك الحب ولا ترى أو تعالج سلبيات الحبيب التي قد تؤدي إلى فشل علاقتكما. المتزوج، قد تقرر اليوم الابتعاد عن الناس وهجرة الأجواء الاجتماعية والاهتمام فقط بالشريك والأسرة. برج القوس. مهنياً،
تزول إحدى الصعوبات الأساسية التي تعترض خطتك الطموحة لإجراء تغير جذري في حياتك المهنية، وذلك بمساعدة أحد الأصدقاء. عاطفياً، اليوم مناسب لتحسم كل القضايا العالقة والتي أثارت جدلاً واسعاً مع الحبيب أو الشريك حول مسار علاقتكما وضرورة تميزها، وقد تحتاج للحوار الهادئ مستعملاً العقل بعيداً عن العاطفة. برج الجدي. مهنياً، ترتقي سلم النجاح المهني بخطوات مدروسة، وتقف اليوم لتعيد النظر بما أنجزت ولتضع خطة طموحة للتقدم مستفيداً من تجربتك. عاطفياً، تحاول اليوم السيطرة على رغباتك العاطفية ومتطلباتك المادية، وتعطي اهتماماً أكثر لنجاح علاقتك مع الحبيب أو الشريك، وتعيش حالة من الحب المتجدد في ظل علاقة واقعية يسودها الانسجام والتفاهم. برج الدلو. مهنياً، تعالج اليوم بعض الصعوبات المادية التي عانيت منها سابقاً، وتجد أمامك الأبواب مفتوحة لتبدأ من جديد تحقيق ما تريد من نجاحات. عاطفياً، العازب، قد يكون الحبيب اليوم مبالغاً في وعوده ليخفي ضعفه وتردده من اتخاذ موقف جدي وملموس من الارتباط. المتزوج، أوضاع عائلية مستجدة تتطلب منك السرعة والحذر والتروي عند معالجتها، تعامل مع الواقع بحكمة. برج الحوت. مهنياً، أفكار طموحة وغير تقليدية تدور برأسك ولا تعرف من أين تبدأ تنفيذها، ربما يدلك حدسك وذكاؤك على الطريق السليم. عاطفياً، العازب، تكون اليوم عواطفك متناقضة ومرتبكة ولديك كثير من الأحلام والأماني ولكن لا تعرف كيف توجهها. المتزوج، تطرح على نفسك اليوم كثيراً من التساؤلات حول وسائل استمرار قوة علاقتك العاطفية مع الشريك بعد أن انتابها قليل من الضعف نتيجة الروتين.